الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سبحانك يا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين، ويا أغنى رغبة الراغبين. سبحانك يا ولي الصالحين، سبحانك يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا ذخر المعدمين، يا كنز البائسين، يا غياث المستغيثين، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين. ها نحن بباب كرمك واقفون، ولنفحات برك متعرضون، وبحبلك الشديد معتصمون، وبعروتك الوثقى مستمسكون. إلهنا تواضعت الجبابرة لهيبتك، وعنت الوجوه لخشيتك، انقاد كل شيء لعظمتك. نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون. نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله، أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، الكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء، سبحان الدائم الذي لا يلحقه فناء، سبحان الدائم الذي لا يلحقه فناء. إلهنا ضل من كان على غيرك اعتماده، إلهنا ضل من كان على سواك اعتماده، وخاب من كان في غيرك أمله. تقدست يا مولانا إلهنا، أنت أهل ألا يغتر بك الصديقون، ولا ييأس منك المجرمون. تعالى ذكرك عن المذكورين، تعالى ذكرك عن المذكورين، وتقدست أسماؤك عن المنسوبين، وفشت نعمتك في جميع المخلوقين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار،
يا رب العالمين. إلهنا تبنا إليك فاقبلنا يا تواب. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. نستغفرك ونتوب إليك من جميع ذنوبنا. اللهم اغفر الغدرات، اللهم اغفر الغدرات، اللهم اغفر الفجرات، اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك. اللهم قنا عذاب جهنم، فإن أجسادنا لا تقوى عليها. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، ورقاب أمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم نسألك الجنان بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا رؤية نبينا محمد. اللهم واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا، واشف مرضانا وداو مسحورنا، وأبطل سحر مسحورنا. اللهم من كان فينا محسودا أو معيونا أو مسحورا، اللهم عجل بشفائه، اللهم أبطل سحره، اللهم أفسد عين من عانه، اللهم أفسد عين من عانه، اللهم أفسد عين من عانه. إلهنا من كان في هذا الجمع يرجو ولدا صالحا، اللهم فارزق عقيمنا، اللهم فارزق عقيمنا، اللهم وزوج أيمنا، اللهم واستر بيوتنا، اللهم واحفظ ذرياتنا، اللهم ابعدنا عن الفواحش وعن فكر الدواعش، اللهم انصرنا يا كريم، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق إمامنا، وانصر جنودنا على حدود بلادنا، اللهم آمنا، اللهم آمنا، وقنا شر الأشرار، وقنا كيد الفجار، يا أكرم الأكرمين. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، واغسلهم يا رب بالماء والثلج والماء
والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه إلهنا من كتبت في سابق علمك من هذا الجمع المبارك أنه لن يدرك رمضان القادم اللهم فاكتب له أجر صيامه أجر قيامه أجر دعائه أجر وقوفه بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك إلهنا إلهنا فقراء بين يديك وإن كنا في نظر عبادك أغنياء إلهنا ضعفاء بين يديك وإن كنا في نظر عبادك أقوياء اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واجبر كسرنا اللهم نفس كرباتنا فرج همومنا وحد بيوتنا وحد بيوتنا اللهم ابعد عنها الشياطين من الإنس والجان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد بشير الرحمة والثواب ونذير السطوة والعقاب الشافع المشفع يوم الحساب وسلم تسليما كثيرا.